غاز من كريش ما في، وغاز من غير كريش بمحلات ثانية كمان ما في. فهلأ الحزب مش مضطر ياخذ موقف بهذا الموضوع. اللي حكيه شو اسمه هوكشتاين شغلة كتير مهمة، اجا فتح انه نحن جاهزين للبحث معكم بإعادة تثبيت الحدود. نقاط 13، الغجر، إعادة النصف اللبناني، الحكي جديا بموضوع كفر شوبة ومزارع شبعة. هل أنتم جاهزين إذا صارت الأمور ملائمة بالمنطقة وكذا للبحث في هذا الأمر؟ طبعا ما حدا قال أخذ جواب، ما حدا قال لا، لأنه كلهم بدهم يلاقوا حل لهذا الموضوع. فهلأ هو عم بيدس المي ليشوف أنه إذا مش الحل بغزة، إذا مش الحل بغزة كيف نرافقه هون، بيبدأ البحث هون لتجميد الجبهة لحتى ما يضل في احتمال دائم انه طبعا راح يضل حزب الله بالجنوب وعلى الحدود وعلى البحر واللي بدك اياه، ولكن احتمال الصدام بيصير اضعف واضعف واضعف. بعد معي دقيقه جاي لودريان نهار الاربعاء هيك يقال، وفي هلا هيك السفير الفرنسي بيعمل لقاءات تمهيديه تنين وثلاثه. شو يعني شو هيدي التحريك هلا؟ في ممكن يوصل لشيء؟ والله اولا انا ما بعتقد، عن الملف الرئاسي انا ما بعتقد ممكن يوصل لشيء بالملف الرئاسي، لانه الامر الوضع غير ناضج ابدا لانتخاب رئيس للجمهوريه. نحن بحرب، نحن عمليا بحاله حرب مع اسرائيل، الوضع الداخلي تعيس، مؤسسات ما في، دول ما في شيء. فكيف بدك تعمل؟ اثنين، المعلومات الاوروبيه، يعني ما بعرف انا اذا يمكن يكون جاي لودريان لشيء ثاني غير قصه الرئاسي، بس نحن لانه مهجوسين بالكراسي، وان كان ما عاد فيهم الا الخوزي ما يواخذوني بهالكلمه، بفكروا انه جاي بالرئاسي. المعلومات الاوروبيه وربما الفرنسيه من اسبوع كانت تقول ولا تزال تقول او تتوقع ضربه او حربا اسرائيليه مع لبنان حتى الآن. طيب هل معقول يجي هلا؟ يمكن يكون جاي يعني. اولا هو صار بالسعودية عم يشتغل، خليهم اللبنانيين يفكروا بطريقة مختلفة، بطريقة مختلفة. كيف نحن بدنا لنقدر نطلع حالنا من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ هذا شيء مستحيل. لنقدر نطلع حالنا من النفوذ الإيراني المتعاظم في المنطقة بمباركة أمريكا واستحقاق إيران لهذه المباركة، كمان ما فينا نعمل في شيء. يا بدكم تقبلوا تعيشوا كلكم تحت هذه الخيمة اللي معروف اتجاهها الإقليمي كيف، بمباركة أمريكية مثل ما عشنا تحت الخيمة السورية بمباركة أمريكية، يا أما هيدا البلد بده ضل مثل ما هو، والفريق اللي متمسك بشكل أساسي فيه وعنده كثير من المبررات التي يمكن أن تفهم أحيانا وطنيا وأحيانا إسلاميا وأحيانا سنيا وأحيانا شيعيا، بده ضل كامش البلد. أنا مثلا الشيخ محمد يزبك من امبارح أو أول امبارح، امبارح حكي شغلي انه اعتبر ان ما جرى هو ترجمة لمثلث الجيش والشعب والمقاومة. انا يا ريت هذا المثلث قائم، انه نحن عمليا الجيش اذا بده يشترك بعملية من هذا النوع باي طريقة بدافع محل ما هو موجود وعم يصير هالشيء، بده يكون في حكومة، في دولة، في رئيس جمهورية، هو ما في، فوين دور الجيش؟ وين غرفة العمليات المشتركة؟ الشغلة الثانية، الشعب، ما في شعب. الشعب اوكي، في شعب معروف، الشعب المسلم كله في لبنان مع قضية فلسطين، يمكن بيتوحد بكثير من الامور خصوصي بهالمرحلة. المسيحيين ليسوا ضد قضية فلسطين، المسيحيين يخافون من تأثير هذه القضية على دورهم اللبناني وعلى امتيازاتهم السابقة. لذلك يعني انه جيش وشعب، المقاومة موجودة عم تقوم بدورها كتر خيرها، بس غير هيك ما في. خلينا نطلع من الشعارات يلي اساسا اللبنانيون غير مقتنعون بها.